فاق مجلس القضاء الأعلى بعد أكثر من 4 أشهر وعين القاضي حبيب رزق الله لينظر بدعوى غسان عويدات ضد القاضي طارق بيطار. شو لازم نعرف؟ هيدي الدعوى مقدمة ب 25 كانون الثاني 2023، وإجت من بعد ما بيطار ادعى على عويدات بملف المرفأ، فرد عويدات بالادعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة. القاضي المعين حبيب رزق الله تماهى سابقا مع معارضي تحقيق المرفأ، وهو يلي كلف القاضي حبيب مزهر المعروف بقربه من حركة أمل لينظر بطلب رد مقدم ضد القاضي نسيب إيليا يلي كان عم ينظر بطلب رد القاضي بيطار. أنا رئيس أول استئناف لبنان، رئيس حبيب رزق الله. ورغم أنه كانت تجاوزات مزهر فاضحة، ما أخذ رزق الله أي إجراء تأديبي بحق مزهر، بس أخذ وقته وضيع 3 أسابيع تقريبا من عمر التحقيق، ومن بعدها 2 أسبوع ليعين بديل عن إيليا. وغض رزق الله النظر كمان عن مسؤوليته بعدم ملاحقة التجاوزات صارت بقصر العدل من قبل محامين لبعض الوزراء المدعى عليهم. المجرمين وكبروا يعكوكن. شو خطورة تكليف رزق الله بالدعوة؟ هو قاضي قديم وكبير بحسب أكثر من مصدر مع وضد بيطار، بس خطورته إنه إذا تماهى بهيدي القضية مرة جديدة مع المعرقلين بيكون عم يهدد سير التحقيق كامل لقضية بهذا الحجم، خصوصا إنه دعوى عويدات ضد بيطار فيها حبس 7 سنين بحسب المادة 306 من قانون العقوبات.